ايه الدول اللي على كانت الناس. بتبيع المكن ده يا محمد؟ هو دايما كان المكن بيجي من، طبعا في الاول خالص كان بيجي في اوروبا، ايطاليا، امريكا، ألمانيا. المانيا، كل الاماكن دي. لكن بعد كده ابتدى الصين طبعا تخش في الموضوع، وابتدى ينزل هنا في مصر. كان اصلا كان في مشاكل موجوده طبعا، وجاب كبيره موجوده في السوق هنا في مصر، ده اللي خلانا ندخل فيها. ما كانش فيه افتر سيلز خالص بالنسبه للناس، تمام؟ ما كانش فيه خالص. ده المكن صح؟ ده المكن بتاعنا بالظبط، مظبوط. إيه طيب المكن ده يعني هو احنا عرفنا انه تقطيع وحفر ونقش على الرخام والخشب والالمنيوم. تمام. طيب تقدر تشرح لنا الفكره اكتر؟ هو مثلا لو احنا في حاجات ليها علاقه بالاساس نفسه، تمام، الحاجات الديكورات اللي موجوده مثلا جوه الاخشاب او كده، نقدر نشتغل مثلا. ولا بتجمعوا منها حاجات وتصنعوا منها حاجات، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ احنا بنصنع نسبه 40% من المكنه كلها. طيب والباقي بقى؟ في حاجات مش موجوده، لان مش موجوده عندنا، زي مثلا الاجزاء الكهربائيه كلها دي مش موجوده، تمام، وفي اجزاء في الميكانيكا نفسها دي مش موجوده. فكرتوش بقى ان انتوا تجيبوا الحاجات دي، ان انتوا تصنعوها يعني؟ بنحاول دايما، بنحاول نعمل كده. بصوا احنا لو مشينا بنفس، ليه مثلا ما عندناش لو مشينا بنفس طريقه الصين مثلا، بتعمل ايه؟ هم عندهم المكنه دي بتمر مراحل، مش واحد بس هو اللي بيصنعها. هو واحد في الاخر بتروح له هو يجمعها يقدر يبيعها للناس، تمام. لكن في ناس بتصنع اجزاء معينه في الاخر بتتجمع وبتخرج من نفس المكان، نفس البلد. فاحنا لو طبقنا ده موجود هنا في مصر تبقى حاجه كويسه جدا. مش انا لوحدي اللي هساهم في تصنيع المكنه كلها، لازم يعني حواليا نقدر يبقى في مشاريع كتير جدا. يعني انتوا اوريدي بتسعوا لده، ان انتوا تبقوا مصنعوا. احنا نبقى مصنع دوت، بس هي الفكره كلها في الماتيريال نفسها اللي هي بتيجي من بره عشان تتصنع، عشان فده طبعا تكلفه. هي فكره، والحلم بتاعكم اتحقق الحمد لله. يعني الحمد لله طبعا. 40% برضه ده على فكره انجاز يعني. اصلا الموضوع كبير جدا.